من غزة ينضم إلينا أحمد عبد الرحمن الخبير بالشأن العسكري والاستراتيجي. سيد عبد الرحمن، أهلا بك معنا. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يتحين الوقت المناسب للدخول بريا في اجتياح بري لقطاع غزة. بتقديرك متى سيتحين هذا الوقت؟ أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين الكرام. أنا أعتقد الجيش الإسرائيلي لديه مشكلة أساسية، هو لا يتمكن حتى الآن من تهيئة هذه الظروف، يعني الظروف الموضوعية لأي اجتياح بري يجب أن تهيئ ولا توهب، يعني هكذا ظروف عملياتية أو تكتيكية يجب أن يهيئ لها. هو يهيئ لها من خلال قصف جوي تسمعونه الآن. قبل قليل كان ربما أقرب غارة منذ بداية الحرب على مشفى الشفاء هنا حيث نتواجد تقريبا 30 متر إلى الغرب من المكان الذي أتواجد فيه، غارة كانت يعني قاسية جدا، وهناك إصابات وشهداء في بيت مدني يعني وليس أي هدف آخر. على كل حال هو يقوم الآن كما تقول كل المصادر الإسرائيلية وكما نعتقد نحن أيضا ونراقب بتهيئة مسرح العمليات من خلال قصف جوي مكثف ليس فقط لأهداف عسكرية، لأن غزة لا يوجد فيها أهداف عسكرية كثيرة، هي مواقع للفصائل وهي معظمها في المناطق الجنوبية ومخلاء، وبعض المواقع الأمنية تابعة لأجهزة الشرطة والأمن وغير ذلك. هو يقوم الآن بمحاولة إفراغ مناطق واسعة من السكان لتكون ربما مهيئة أكثر من وجودهم، يعني وجود السكان يعرقل أي عملية عسكرية ويساعد الطرف الآخر وهو المقاومة. لذلك يريد الآن إفراغ مساحات واسعة لا سيما المناطق الشرقية والشمالية. هناك حتى الآن تمطرس إذا جاز التعبير من مزدوجين من السكان، رغم هذا القصف العنيف الذي ما زلنا نسمعه الآن، هناك تواجد كبير للسكان. نعم هناك هجرة داخلية إذا جاز التعبير، وهناك نتيجة القتل وتدمير البيوت، ولكن مناطق الشمال مثلا، بالأمس أنا سألت صديق في الشمال قال لي أن هناك عشرات الآلاف ما زالوا في الشمال حتى في المناطق الحدودية يعني كبيت لاهية وغيرها التي تعرضت لحرب إبادة. وهنا شرق الشجاعية أيضا المنطقة الشرقية بعيدة عن حوالي 12 كيلومتر أو 11 كيلومتر، أيضا يوجد كثافة سكانية كبيرة رغم حجم القصف. بالمجمل الوضع العمليات التكتيكي لإسرائيل للجيش الصهيوني ما زال على حاله حتى الآن، لم يستطع تهيئة مسرح العمليات الذي يمكن من خلاله أن يتوغل بريا. وأنا أقول لك من الآن، ولا أعرف متى سيتوغل أو ما هي الخطط، ولكن أقول لك من الآن هذا التوغل محكوم عليه بالفشل. الجيش الإسرائيلي هزم على حدود قطاع غزة من ثلة من المقاتلين، فما أدراك إذا دخل غزة ويواجهك أكثر من 140 مقاتل من جميع الفصائل، رغم هذه الكثافة النيرانية ورغم الدبابات المحتشدة ورغم المشاركة سيد عبد الأمريكية الرحمن. الواضحة. نعم. الجيش الإسرائيلي يزعم بأنه نفذ ضربات قوية لحماس، لكن ما زلنا نرى بأن كتائب القسام لا تزال قادرة على توجيه رشقات صاروخية بشكل يومي ولمناطق مهمة في غلاف غزة، إلى ما يؤشر ذلك؟ والله إذا كان يقصد الأطفال والنساء أنه وجه ضربة لكتاب القسام فهذا كلام صحيح، أما إذا كان كما تشاهدون وتصورين وتصور كل التلفزة العالمية كل الضربات توجه للأطفال والنساء والبيوت. أنا لم أشاهد أن هنا في مشفى الشفاء من تقريبا من 10 أيام، يعني نعم هناك خسائر كما قلنا بالأمس على شاشتكم، هناك خسائر لدى المقاومة ولكنها محدودة جدا. الهدف الأساسي، بنك الأهداف الأساسي للعدو هو المدنيين وليس غير المدنيين، هو لا يستطيع الوصول إلى المقاومين، المقاومة لديه خطة دفاعية، هذا ليس مبالغة. ولذلك سألت السيد عبد الرحمن يعني إلى ما يؤشر قدرة المقاومة على تسيير رشقات صاروخية بشكل يومي وإلى مناطق مهمة في غلاف غزة وتصل أيضا لتل أبيب. هذا واضح أن هناك خطة موضوعة سلفا تستخدمها المقاومة بشكل واضح، وهي خطة كما يبدو طويلة الأمد. نحن نتحدث، ربما أقول لك اليوم كلام مختلف عن الأمس إذا سمحت لي، نحن اليوم وفق المعطيات الموجودة يبدو أن العدو لم يحسم أمره باتجاه عملية برية، بل حسم أمره باتجاه تكثيف الطلعات الجوية والغارات لمدة أطول، وهذا قاله جالنت بالأمس ونتنياهو بعد اجتماع الكرياب الأمس أو خلية الحرب كما تسمى. العدو يبدو أنه لا يستطيع حتى الآن ولا
يجد الظروف مناسبة وليس لديه الإمكانيات العملياتية التكتيكية ولا القوات القتالية التي بالأمس وهي على حدود قطاع غزة فقدت جزءا كبيرا من إمكانياتها التسليحية، وهذه فضيحة للجيش الإسرائيلي. يعني قوات تستعد لمهاجمة منطقة ذات كثافة سكانية وذات قدرة عسكرية نعم متواضعة، ولكنها يمكن أن تواجه هذا الجيش تفقد قواتها يعني كالمقاتل بلا سيف، هذه فضيحة للعدو الصهيوني. فكيف إذا دخل قطاع غزة؟ في المجمل المقاومة لديها خطة تعمل بها، خطة طويلة الأمد، وأنا أعتقد أن هذا الأسبوع نحن أمام 5 أيام حاسمة. أنا أميل إلى أن هذه المعركة ستتوسع، يعني القصف قريب جدا في الحقيقة، المعركة هذه ستتوسع ولن تنحصر، يعني نحن أمام مرحلة ستتوسع فيها المعركة إلى معركة إقليمية، هذا واضح جدا. هناك مشاركة في العراق، من لبنان، من اليمن، هناك توسع حتى في جنين اليوم، هناك قصف لمسجد ومحاولة الدخول إلى مخيم جنين. العدو يريد أن يحسم بعض الملفات، والمقاومة كما يبدو لديها قرار بأن توسع هذه المعركة ردا على ما يجري في غزة، وربما مساهمة في التصدي لهذا الحرب ومساندة لغزة التي تتعرض لحرب إبادة. في هذه النقطة بالذات سيد عبد الرحمن، الجيش الإسرائيلي لم يخفي قلقه من أن العمليات التي يقوم بها حزب الله في الجنوب اللبناني وفي المناطق المتاخمة للحدود مع إسرائيل، لا يخفي الجيش الإسرائيلي بأن ذلك سيشتت من انتباه القوات الإسرائيلية. إلى أي مدى يلعب حزب الله في هذه الأثناء دورا يساعد تحركات المقاومة في غزة؟ شوف سيدي، بوجهة نظر عسكرية بعيدا عن الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، أنا أعتقد كما قال بالأمس نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أننا يعني نشتت أو ربما نحجز لدينا أو نجعل 3 كتائب من الجيش الإسرائيلي مشغولة بالجبهة الشمالية، وهذا كلام صحيح. هذه 3 كتائب نتحدث عن 9000 جندي تقريبا من الوحدات النخبوية، يعني لو جاءت إلى هنا إلى غزة يمكن أن تشكل ضغط إضافي على جبهة غزة، هذا أولا. ثانيا، نحن نتحدث عن 12 قتيل من الجنود الإسرائيليين على الجبهة الشمالية، سواء في عمليات التسلل أو نتيجة إطلاق صواريخ الكورنيت والصواريخ الموجهة. وهناك ملاحظة يجب أن نشير إليها، أن هناك فصائل فلسطينية وحتى فصائل بين مزدوجين إسلامية لبنانية كالجماعة الإسلامية لأول مرة منذ الأمس تعلن أنها تشارك في هذه المواجهة، وهذا تطور كبير ينذر بأن هذه المعركة في طريقها للتوسع. ولكن الثقل الأساسي لحزب الله في الجبهة الشمالية يشكل ضغط كبير. إسرائيل تريد تقول لا نريد الذهاب إلى معركة، لا نريد فتح الجبهة الشمالية، لأنها تعرف ما لدى حزب الله الذي تصفه بأنه من أفضل القوات الغير نظامية على مستوى العالم، لذلك هي تريد حصر المعركة في قطاع غزة. هذا كما يبدو قرار لا يتفق مع قرار محور المقاومة الذي كما يبدو اتخذ قرارا واضحا حسب مجريات المعركة بفتح جبهات أخرى على رأسها الجبهة الشمالية ولكن بشكل تدريجي. ولكن أنا أقول لك مرة أخرى، هذا الأسبوع حتى نهاية الأسبوع نحن أمامنا 5 أيام ستتضح فيها الصورة. إسرائيل ترفض أي مفاوضات، حتى الأمس كان هناك بعض الكواليس إذا جاز التعبير، كان كتاب القسام عرضت الإفراج عن أسيرتين أخرتين، إسرائيل رفضت استلامهما، تريد الذهاب باتجاه التصعيد والقتل أكثر. يبدو أن لديها مدة زمنية خصصت أو حددت بضغط أو بمساهمة من الولايات المتحدة، تريد السير في هذه الخطة. هل ستنجح؟ هل ستفشل؟ أنا أعتقد أنها ستفشل، لأن هناك صمود فلسطيني كبير وهناك مساندة أيضا من جبهات أخرى ربما تتسع هذه الجبهات. في المقابل أيضا المقاومة الفلسطينية تتوعد بتكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، وأيضا لاحظنا بأن هنالك قدرة على استهداف آليات عسكرية بواسطة قذائف مضادة للدروع باستخدام طائرات مسيرة، يعني هنالك تطور على مستوى الأسلحة واضح لدى المقاومة الفلسطينية. ما الذي يمكن أن يحدثه ذلك لناحية المواجهة المباشرة إن تم اجتياح بري للقطاع؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة. أنا فقط أضعك في طبيعة الجغرافيا، نحن نتحدث عن هجمات بالكورنيت وعن هجمات بطائرات مسيرة هجومية تلقي قذائف، هذه قذائف RPG في الأساس تم تطويرها وتحديثها لتلقى من خلال طائرة مسيرة صغيرة ذات 6 مراوح. هذه المنطقة التي يمكن أن ينطلق منها المقاومون من شرق قطاع غزة، لا سيما من منطقة خان يونس أو شرق خان يونس كما حدث أكثر من مرة، نتحدث عن 2 كيلومتر مناطق فارغة، وربما يزيد في بعض المناطق، أن يتمكن المقاومون من الوصول، يعني نتحدث عن 20 50 أو 70 في بعض العمليات
الآليات متر من مكان الآليات، هذا يقول أن هناك طرق لدى المقام وهي طرق الأنفاق، وهذا معروف لدى الإسرائيلي أيضا، تستطيع أن تصل منها المقام إلى قرب القوات المحتشدة على الحدود ومهاجمتها، وليس التخفي منها أو الهروب منها. وهذا يدل على أن هناك إمكانيات، لا مرة أخرى أقول متواضعة، ولكنها مقبولة وتستطيع أن تواجه. أعتقد المقام تعمل بتكتيك ليس فقط دفاعي، لديه تكتيك هجومي. السمة الأبرز له هو إطلاق الصواريخ، وأنت أشرت قبل قليل إلى إطلاق الصواريخ بكثافة على مدن كتل لبيب، على مدن كأسدود، عسقلان سيد الكريم هجرت. نحن ليس الفلسطيني الذي هجر، انظر المفارقة، أطنان، 10 أطنان من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة، 360 كيلومتر مساحة صغيرة لم يهجر. نعم داخليا هجر حوالي 700 ألف، ولكن عسقلان مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مدينة تجارية، هجر أو قال أهلها أننا لن نعود إليها إذا بقيت غزة على هذا. وطبعا غلاف غزة هجر تقريبا 90%، أو تم إخلاء 90%، وهناك توجه لإخلاء مناطق كما قرأت بالأمس في الصحافة الإسرائيلية في سدود، تتحدث عن 40 كيلومتر من قطاع غزة، إسرائيل تدرس تهجير أو إخلاء هذه المدينة أو جزء منها. هذا هو التكتيك الذي تعمل فيه المقاومة، تكتيك ناجح، تكتيك مميز، ترقب نقاط الضعف لدى العدو الصهيوني وتضربها. أعتقد هذا التكتيك سيستمر مدة طويلة. إسرائيل تفشل حتى الآن في إيقاف أو في ضرب قدرات المقاومة، خسائر المقاومة محدودة جدا جدا وأقل مما قد يتوقع البعض. الخسائر البشرية المدنية هي التي ربما تبلغ الآن 6000 أو 7000 شهيد حسب بعض الإحصائيات الغير رسمية، وبالرجوع إلى بعض المصادر التي تقول أن هناك مفقودين يتجاوزون حوالي 1800 مفقود، معظمهم كما يبدو تحت الأنقاض للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن، الخبير بشأن العسكري والاستراتيجي، حدثتنا عبر سكايب من غزة. شكرا لك.